والمسألة ما لها علاقة مطلقا بالشكل، لأنه ربما في ممثلين كثار مشاركين معه بيكونوا أكثر وسامة منه، إلا رغم من وجود قامات كبيرة شاركت معه في العمل، إلا أنه أداء بسام كوسة وحده كان هو بيض القبان في المسلسل. شعاع ضوء بيخطفك غصبا عنك وانت بتتفرج على مسلسل أو فيلم بيكون مشارك فيه، مهما كانت أسماء الممثلين اللي مشاركين معه في العمل ومهما كان طبيعة دوره أو مساحته، بيضل لوحده دائما تحت الضوء ونظر المشاهد. والمسألة ما إلها علاقة مطلقا بالشكل، لأنه ربما في ممثلين كثار مشاركين معه بيكونوا أكثر وسامة منه. والمسألة في الحقيقة بترجع للعفوية والتلقائية المدهشة اللي بيقدم فيها دوره. بسام كوسة هو العامل، هو عامل البناء والحارس والموظف المطحون والمواطن المقموع والجار المسكين أو الشرير والأبضاي. بسام كوسة هو الشخص اللي بتشوفه في الشارع وفي الحارة كل يوم بدون رتوش. الأداء العفوي والبساطة والانفعالات الصادقة والطبيعية بدون مبالغة هو اللي بيميز بسام كوسة، اللي انولد في حلب يوم 7 نوفمبر 54. اتخرج من كلية الفنون الجميلة من قسم النحت، وهو ممثل ومخرج مسرحي. اشتغل في بداياته في المسرح الجامعي وبعدين في المسرح القومي، وشارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية، كمان حاز على العديد من الجوائز. بعيد عن أدواره في مسلسلات الحارة الشامية، أعتقد أنه كوسة أبدع في مسلسلات مثل فصول الأربعة اللي أخرج الراحل حاتم علي، اللي رغم من وجود قامات كبيرة شاركت معه في العمل، إلا أنه أداء بسام كوسة وحده كان هو بيض القبان في المسلسل، واللي كان وجوده بيعطي المشهد زخم كبير وبشد المشاهدين اللي كانوا بيستنوا بشغف شديد طلة نجيب زوج الأخت الموظف البسيط صاحب المبادئ اللي بيغار من عديله الغني والمتبجح دائما بثروته. طبعا ما بننسى اللوحات الجميلة والإبداعية اللي جسدها بسام كوسة في سلسلة بقع الضوء، وهي أدوار كانت من الثراء بحيث يصعب علينا حصرها. سلام القول من رب الرحيم. لك شو جب لكم ولد طالع من بطن أمه هلأ لحتى يسحب الكون؟ طبعا، مو أنت قلت لي المحل محلة والرجال بينربط من لسانه؟ الله الله يا دنيا، شوف الإنسان وين بيكون وين بيصير. وزي ما كان بسام مدهش في الدراما التلفزيونية، كمان كان حضوره في السينما في غاية الجمال. وأنا بالنسبة إلي راح أتناول أقرب عملين لقلبي من أعماله السينمائية، وهم فيلم كومبارس ونسيم الروح، الأول للمخرج الرائع نبيل المالح والثاني للمخرج الشفاف عبد اللطيف عبد الحميد. سالم اللي جسد دوره بسام كوسة في الفيلم بيأدي أدوار كومبارس في مسرحيات، وبيحاول يلاقي في المسرح مساحة للهروب من التفكير في فقره وفقر أسرته اللي بعيش أفراد السبعة في شقة من غرفتين. وبالمقابل في حبيبته الأرملة ندى اللي جسدتها الفنانة سمر سامي، واللي بتعيش كمان هي ببيت أخوها المزدحم بأربع أولاد. البداية الدرامية الفعلية للفيلم بتكون لحظة دخول سالم شقة صديقه عادل، المكان المخصص للموعد مع حبيبته ندى. الحالة العاطفية اللي كان بيعيشها الحبيبين تتحطم بصوت سيارة الشرطة ووصول دورية الأمن، اللي بتشوه كل المشهد بصفعة رجل الأمن على وجه بسالم اللي هو أدى دور بسام كوسة قدام حبيبته لما اقتحم عناصر الأمن الشقة وهم بيدوروا على شخص مطلوب. نهاية الفيلم بتكون بمشهد خروج سالم من المبنى مهزوم بعد ما انكسرت كرامته قدام حبيبته من الأمن. المخرج نبيل المالح بيختم الفيلم بلقطة عريضة بتتسع وبترتفع مع الشقق والبلكين المغلقة، اللي بتأكد أنه العدد الكبير من الشقق والأبنية بيخبي وراء عدد لا نهائي من قصص مشابهة. فيلم نسيم الروح اللي انتقدوا البعض وشافوه مجرد إعادة تدوير لقصة من الميلودراما الهندية المشحونة بالعواطف، هو في الواقع فيلم بيعطينا مساحة إضافية لاستعادة إنسانيتنا والقيم النبيلة اللي افتقدناها في زحمة ثقافة الاستهلاك اللي طغت على حياتنا.
عبد اللطيف عبد الحميد بيأخذنا لمطارح الحلم والشفافية المفقودة في عالمنا. في نسيم الروح بيتجلى الحب وبتتناغم الموسيقى مع الشعر. ثيمة الفيلم هي حالة الحب اللي بينبض فيها قلب بطله اللي بيأدي دوره بسام كوسة، بيقدم لنا نموذج لقيم الحب والتضحية والإيثار، وبيصحي فينا حس انسناه في زحمة الحياة. فحبيبته تتزوج شخص آخر من باب التضحية، لكن حبهم ظل موجود وتحول لطاقة من العطاء. الفيلم باختصار بيحكي عن الزهور النادرة اللي بنصادفها في حياتنا وبنتمنى أنها تكون أكثر وأطول عمر. وبسام كوسة جسد الفيلم وبكل أعماله كان هو الزهرة النادرة اللي لسه رح تظل عايشة بيننا ومعنا. برجع بذكركم ما تنسوا تتابعونا عبر الروابط الظاهرة أسفل الشاشة، وحياكم الله.